افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وحدة الأشعة الجديدة في مجمع السلمانية الطبي التي تشتمل على أحدث التقنيات الطبية في مجال الأشعة التخصصية، وذلك تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام. واشتملت الوحدة على أحدث الأجهزة من أهمها الماموغرام تصوير أشعة الثدي والإمراي تصوير أشعة الرنين المغناطيسي. وفي هذا الإطار أشاد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بالمستوى المتقدم لخدمات وحدة الأشعة وما توفره من خدمات متكاملة للمرضى ومرتادي المجمع، وما يحقق رؤية القطاع الصحي في الاستفادة من أفضل الأجهزة والتقنيات الطبية وتسخيرها لخدمة المرضى في كافة التخصصات الطبية. من جانبه أوضح الدكتور أحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية بأن الجهاز المستخدم في الوحدة يعد من أحدث أجهزة أشعة الثدي التشخيصية والتداخلية وأطورها بوجود عدة مميزات كالتصوير ثلاثي الأبعاد بأقل جرعة إشعاع مقارنة بباقي الأنواع، مشيرا إلى أنه تم البدء بأخذ خزعات وعينات الثدي تحت الاسترشاد الإشعاعي وتحديد أماكن غير الطبيعية بالأسلاك الطبية الرفيعة بنجاح، وتصوير المرضى عن طريق هذا الجهاز بدءا من شهر يوليو. حقيقة أنا سعيد اليوم بفتح هذا القسم في المستشفى السلمانية. الحقيقة أول أنا كان في يعني قسم MRI حديث جدا وسريع جدا في العمل، ويعني مسوى بطريقة بحيث أن المريض يرتاح منه، وفي نفس الوقت بعد في جهاز لتصوير الثدي وهو من أحدث الأجهزة اللي يعني موجودة في العالم، أكثر من 1000 حالة من نسوه، وهي طبعا يعني كلها علاقة بتصوير الثدي وسرطان الثدي، وهي شيء مهم جدا يعني هي فيها يعني اكتشاف المبكر للأمراض هذه والقدرة على أنك تأخذ منها عينة جيدة حتى تحللها، هذه مهم جدا في التشخيص والعلاج. طبعا احنا في مجمع سلمانية الطبي في المستشفيات الحكومية نحاول ان احنا دائما نقدم افضل الخدمات للمرضى، وهذه كان في بالنا لما احنا قررنا ان احنا نكبر من قسم الأشعة في مجمع السلمانية الطبي. طبعا احنا عندنا الحين جهازين جديدين، جهاز MRI وجهاز ماموغرام. لما احنا فكرنا في اختيار هاي الأجهزة كنا حاطين في بالنا ان احنا نقدم خلينا نقول تجربة مريحة للمرضى، بحيث ان المريض يكون مرتاح داخل اثناء التصوير ويكون التصوير سريع، نقدم له احدث انواع التصاوير، احدث التقنيات. يعتبر جهاز ماموغرام جي اي بريستينا من احدث واطور اجهزة الماموغرام، وذلك لوجود عدة مميزات تميزه عن باقي أجهزة الماموغرام. من هذه المميزات هي تصوير ثلاثي الأبعاد لـ3D Digital Breast Tomosynthesis، والذي يساعد على تسهيل أخذ العينات والخزعات وكذلك الوصول إلى تشخيص دقيق لحالات متعددة.